قدموا له 12 سنة، يعني ربما يغفر له 3 مباريات، يعني حتى نكون صارحين، يعني عملية التحول كامل، وهذلك كان الحل الوحيد ليخرج لوف أن يستقيل له وليس ليقال. يعني صعب جدا أن ترى الاتحاد الألماني حتى اللاعبين الألمان تحمل المسؤولية جميعهم، يعني نوير خرج وصرح، كروس خرج وصرح وقال مسؤوليتنا. الجمهور الألماني حتى في استفتاءات الرأي في صحف ألمانية كان منقسم على نفسه، يعني 50% مع 50% ضد. كل شيء فعله لوف كان يغفر له، هي مباريات تمت أخطاء. عندما تنظر للمواهب الموجودة، الجيل القادم، هناك جيل، هناك مواهب. الرجل أثبت في المرة الأولى أنه بنى مشروع وبالتالي تم التمديد له. هل كان هو الخيار الأفضل؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك نوع من فقدان الثقة، نوع من انكسار الثقة الآن به. لكن عدم توفر بديل جاهز، يعني لو كان يورجن كلوب أعتقد بديلا موجود لكان أول مدرب. لكن هناك الكفاءات في الكرة الألمانية محمد، هناك حتى مساعده، يعني اللي معاه على دكة الاحتياط بإمكانه أن يأخذ هو الدكة، يعني هذه مسألة يأخذ مكان مقاليد التدريب. أعتقد هو الآن ربما التمديد، أعتقد دور الأمم الأوروبية القادم ليس كأس أوروبا، دور الأمم الأوروبية القادم اللي هي مباراتين قويتين، أعتقد هو المقياس. إن لم يمضي بشكل جيد 2019 سيقال، لن يصل أمم أوروبا بهذا الشكل.